مستوى فرق الدوري المتنافسة ومتصدر الهدافين وفرق أخرى مهددة بالهبوط نطالع في هذا التقرير. دورينا ومنافساته هذا العام ومدى القوة في الأداء والمنافسة بين الفرق، وعلى الرغم من وجود أربعة أندية تنافس على صدارة الدوري وعلى الدرع، إلا أن المستوى العام للمنافسة لم يصل إلى درجة الطموح الكافية. فمن يرى قاموس المنافسة وسلم الترتيب يشاهد هناك أكثر من فريق مهدد بالهبوط إلى الدرجة الأولى، ناهيك عن شحة تسجيل الأهداف وعدم وجود هدافين بأرقام كبيرة في بداية الدوري، لكن الأرقام تغيرت في الجولات الأخيرة وبات متصدر سجل الهدافين هو اللاعب أمجد راضي المخضرم، والذي يرتدي قميص القوة الجوية برصيد 15 هدف، يليه مهند علي ميمي لاعب الشرطة ووسام سعدون لاعب نفط ميسان ب14 هدف، أرقام في دورينا الذي قد يكون الأقل تسجيلا للأهداف، وربما الأمور والتحفظ الدفاعي سيزداد في الجولات القادمة بالذات من الفرق المهددة بشبح الهبوط مع استمرار ضياع الفرق الكبيرة، ومنها الطلبة الذي ما زال يعاني من مشاكل كبيرة ويقف في المركز 13، كيف لا وهو دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتغيير عدد المدربين الذي وصل إلى 4 في علامة فارقة لا تحمل شيئا من تاريخ الأنيق الذي ليس وحده من يعاني، فالميناء البصري هو الآخر في دائرة النتائج السلبية، لكنه استعاد قوته في الجولات الأخيرة. عماد الركابي، العراقية الرياضية.